يعني كنت حضرتك من الناس اللي عم بتصروا انه في مرسوم تجنيس قيد التحرير، في مرسوم تجنيس ورفضوا الرئيس مياتي، وهذا سبب رئيسي تنشروا ليبراسيون، وانا يعني علقت على الموضوع. ايه في مرسوم تجنيس خطير جدا، وعم يجربوا يكبروا يعني حجم المشكلة تا يمضوا المرسوم. يعني امر معيب انه نحن نجي نهت او نجي نحكي عن الله يرحمه الرئيس الهراوي كيف جنس بالكيلو 200-300 ألف، ونجي نحن نجنس اول ما نوصل، ويقعد مجلس الشورى الدولي يتفرج على مرسوم التجنيس ما يعمل شيء، ونجنس ناس ان كانوا سوريين او شو ما كان او عراقيين عليهم اشارات حمراء من انتربول، مع العلم انه اللواء عباس ابراهيم نبههم. اذا مرسوم التجنيس هذا بيحكي عن تجنيس حوالي بين 7 و8 آلاف شخص. اوف هنا هيدا هلا هي هلا المشكله الرئيسي هلا اللي حاصل انه وقت طلع الرئيس مئاتي وما صرح بقصر بعبده، قال له فخامة الرئيس بدنا نجنس. شو قال له الرئيس مئاتي؟ قال له لا، قال له منجنس ايه قديش هن؟ قال له ما بعرف، قال له قديش عددهم؟ كانوا يومات شي 5000. هلا زادوا في علقونا على دوي. وليش رفضوا؟ سمعتيها هاي الكلمة علقونا على دوي؟ مين بيعلق؟ بقى كتروا مرسوم التجنس هلا. في 664 علوي. ما بعرف، في لبنانية وفي سورية. شو لبنانية قصدك؟ من ام يعني من ام لبنانية؟ لا لا لا، ما خص هي هودي فزلكات كلودين عون ما بيمشوا. كيف لبنانية بده يجنسون اصلا؟ خليني كف علويين لبنانيين ما عندهم تذكرة. ما من دون قائد. ايه بدون فعل. في عندك على حال وزير الداخلية رفض يستلم ملفات، يعني هيدي تسجل لإله، بده يمسحوا فيه. كانوا بوزير المالية يوسف خليل ورئيس الحكومة دولة رئيس مئاتي ما مشيت، ما ضبطت معهم، لأنه تسريبة ليبراسيون طالعة من هون من لبنان من جامعة أرض حنايكر. ليه؟ بدهم الفرنساوي يدخل على الخط تيضغط على الرئيس مئاتي تيمضي المرسوم. في عندك حوالي 1000-1200 إيراني. في عندك سنة ومسيحية حوالي 5000. من اي جنسيات؟ سوري وعراقي وفلسطيني وكل شيء، بس هودي كلهم يعني علقونا على دوي. طب ما هو بيقولوا دائما انه كل عهد فيه عنده. ليش الرئيس ايميل لحود ما جنس؟ هذا الله يوجه له خير، هذا فخامة الرئيس، هذا فخامة الرئيس، هذا القبضاي يعني ما جنس وما عمل قوانين عفو. هل يعقل انت يا فخامة الرئيس ميشيل عون، انت ميشيل عون، ولك بعد في ابو اندريه ما علقت له وسام طبعا الفلافل، انت بدك تعلق اوسمه؟ عندك مدير بروتوكول دكتور نبيل جديد، عندك القصر الجمهوري هذا شو اسمه دكتور شقير، دكتور شقير، اخي انت بدك تعلق اوسمه؟ في ابو اندري، في فلافل فراكس، في اراكس مدري شو هني، ما بعرفش انا هون، بس انه هؤلاء كلهم يعلق لهم اوسمه، ما بيصير، حرام. بعدين في كثير مطاعم مهمه، اخي ليش اصحابك، شوف جماعتك اللي اشتغلوا معك. انا خيي شو بدك فيي؟ انا وسامي من ايام بشير جميل انا والي حبايا الحمد لله، مش عايزك. بس انا اللي عم اقوله انه هودي بتعلق لهم اوسمه؟ يعني انت لحد هون وصلت معك؟ انت مش ينعون يا زلمه، مش عارف حالك انت؟ كنا نعبدك عباده، كنا شو تقول؟ قال لك لا بدك اياه. انا بدور سيارتي من هون، واقف ببراد بحلب 6 ساعات سواقه. على كل حال شو بدي، ما في شيء ببين معهم، ما عندهم وفر. انا اللي بدي اقوله انه ما بيسوى نحن نحكي بمرسوم تجنيس ونهاجم الرئيس الهراوي، وعلى ايامك يطعنوا بمرسوم التجنس الاول ال 414 واحد اللي طلع من وزاره الداخليه ايام نهاد المشنوق، وزير نهاد المشنوق طلع شي 250-300، وزاد بالسرايا والعزاز عندك شي 100. يعني انت كيف تقبل جنس هيك ناس؟ طيب بس اليوم هو يراعي بهذا المرسوم، بحسب ما حضرتك عم تعطي الارقام يبدو انه في مراعاه لعدم طغيان، يعني بمعنى اللي هو دائما بيشكو منه انه هو كان تجنيس للمسلمين على حساب المسيحيين، وهيدا بشكل خطر على الوجود المسيحي. هلا 200 مسيحي بزياده بدهم يعدلوا الميزان ويقلبوا الميزان. ما عم تقول من اصل 7000 في 5000 تقريبا 4000 4000 بعضهم
هاد بعضهم بيصدر هيدا المرسوم بتقول بالنهايه سيار دخل رئيس مئاتي ووزير داخلية، لانه وزير داخليه العميد القاضي بسام مولوي هذا قاضي ادمي ما بيمضي، لن يوقع مرسوم لا ما بفل عبيته ما بيمضي، والرئيس نجيب مئاتي ما في يمضي ما بيحملها مثل قضيه يعني ما حدا المرسوم تجنس يعني بفل عبيته مشان عون ما بينمضى